بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية إخوان. هذه اللي هي ليكشر اليوم إن شاء الله بنشتغل بليكشر 21. طيب برضو ليكشر 21 تتكلم عن relative motion. زي ما إحنا قلنا الـ R الـ B بالنسبة للـ A هي عبارة عن R الـ B ناقص R الـ A. جبت الـ minus R A هنا طبعاً على فيكتور subtraction أو فيكتور addition، فهتصير عندي R الـ B اللي هي عبارة عن R الـ A زائد R الـ B cross A. R الـ B بالنسبة لـ A R. طيب لما أعملها differentiation فهتصير V الـ B بتساوي V الـ A زائد اللي هي في البي بالنسبة للإيه. طيب هاي في الإيه وهذه في البي، وفي البي بالنسبة للإيه اللي هي عبارة عن الكروس برودكت للأوميجا في الأر بي بالنسبة للإيه. طيب بصراحة هذه المعادلة نستطيع أشتغل عليها وأوجد فيها السرعة الخطية عند النقطة B. إذا أنا بعرف السرعة الخطية بالنسبة للنقطة A وبعرف الآر اللي بين النقطتين وبعرف اللي هو الحركة السرعة الزاوية للرد اللي بدور فيها الرد اللي بين النقطة A والنقطة B، هذا من آخر الكلام هي المعادلة اللي بدنا نشتغل عليها. إذن قلنا إنه V الـ B بتساوي V الـ A زائد الأوميجا كروس R B A. إذا أنا إذا عايز السرعة الخطية عند النقطة B بعرف السرعة الخطية عند النقطة A وبعرف اللي هي المسافة بينهم اللي هي R B بالنسبة لل A وبعرف السرعة الزاوية الأنجولار فيلوسيتي اللي هي الأوميجا للرد أو للقطعة اللي واصلة ما بين النقطتين. انتبهوا يا شباب إنه إذا كانت الـ W دورانها clockwise هتكون هيك بالإيش؟ تكون موجب كده. سوري هنا counter clockwise. إذا كانت counter clockwise زي اللي أنا رسمتها. إذا counter clockwise هتكون موجب كده. وإذا كانت clockwise هتكون ناقص كي. طيب خلينا نشوف هذا السؤال. الإكزامبل الأول معطيني في هذه الزاوية وفي عندي هذا هذه الويلز العجلات وفي بينهم هذا الرد هذا طوله 1 متر. الرد هذا طوله 1.5 متر وبيعمل زاوية مقدارها 30 درجة. النقطة هذه بي، النقطة هذه A كويس. ومعطيني هو إنه V الـ A وهذا الـ direction داعها هي 3 متر بالسكند. هو سألني عن velocity الـ B لما الثيتا بتساوي 30 درجة. طيب فأنا طبعا مش هننسى مش هننسى المعادلة اللي هي V الـ B. أنا مش عايز V الـ B، بعرف أنا V الـ A. هاي V الـ A زائد الأوميجا كروس و R الـ B بالنسبة للـ A. طيب الـ V الـ A هي 3R. الحين لما الـ A تروح كده ترى الـ B حتنزل كده، عشان كده أنا شو سويت؟ حطيت سالب
V ال B J. إذن سالب ال V B في J direction يساوي الثلاثة I زائد الأوميجا، أنا هحطها أوميجا K وأعمل لها cross product مع مين؟ مع ال R B A. ال R B A هي طالعة من ال A ورايحة لل B. إذن هذا ال direction، هذا ال direction، هذا هو. وهذه لو انتبهنا لها جاية في الربع الثاني، يعني الـ X إلها سالبة والـ Y إلها موجبة، يعني R الـ B بالنسبة للـ A هي عبارة عن سالب واحد ونص كوساين الثلاثين I زائد واحد ونص ساين الثلاثين J. إذن هذا يفترض اللي أنا أحطه هنا، سالب واحد ونص كوساين الثلاثين I زائد واحد ونص ساين الثلاثين جي. اوكي هيث ام القوس. اذن سالب في بي الجي يساوي ثلاثة الاي، عندي I J K، هذه القاعدة هي قاعدة الموجب، تضرب الـ I في الـ J يكون الناتج إيش؟ K. طب إذا تضرب J في K يكون الناتج I. إذا بتلف معها بنفس الاتجاه تكون النتيجة موجبة، إذا بتلف بالعكس تكون النتيجة سالبة. طيب أنا أضرب K في I، كيف هاي حيعطيني موجب جي وفي إشارة سالب، إذا هاي ناقص واحد ونص كوساين الثلاثين دبليو، هذه جي. وجيت على ضربت الكي في الجي حيعطيني سالب اي، إذا هاي ناقص واحد ونص ساين الثلاثين دبليو، هذه اي. الحين أنا جيت سويت التالي، هاخذ الاي والجي. بالنسبه للاي، الاي هنا بزيرو، طرف المعادله من هنا الاي بزيرو، طرف المعادله من هنا سالب في بي. هنا هيها ثلاثه ناقص واحد ونص ساين الثلاثين دبليو، هيها ناقص واحد ونص كوساين الثلاثين دبليو. أنا جيت على المعادلة هذه بصراحة أخذت دبليو، شو تطلع دبليو اللي هي ثلاثة على واحد ونص كوساين الثلاثين، شغلت الكالكولاتر طلعت أربع راد بير سكند. الحين جيت على هذه، أشيل السالب مع السالب بعوض قيمة الدبليو بأربعة، صراحة تطلع عندي قيمة الـ V الـ B اللي هي حتكون عندي قيمة الـ V B اللي هي 5.2 متر لكل سكن. الـ W شو كانت؟ الـ W كانت 4، إذا بدنا يعني كدايركشن 4 كي راد للسكن، وإذا الـ V B كانت 5.2 متر بالسكند، والدايركشن كانت باتجاه السالب جي، فحطيت لها السالب جي عشان يعني انا من البدايه افترضت انها باتجاه السالب جي. بهذا الشكل بكون انا ايش؟ حسب الفيلوسيتي عند النقطه دي. اعطاني هذا الشكل، الشكل هذا برضه نفس الشيء شكل بسيط، في عندي هذا التراك، والتراك هذا بتمشي فيه السلندر. طيب انا اخذت هنا هيها، وانا حطيت في عندي هاي القطعه، وفي عندي قطعه اخرى جايه بين القطعه وبين السلندر.
طيب هاي النقطة هي النقطة إيه؟ هذه النقطة إيه؟ وهاي النقطة هي النقطة B، والنقطة هاي هي النقطة O. إحنا عندنا هاي الأوميجا تحت النقطة O 12 راد على سكند، وعندنا المسافة هذه خلينا نحط 12 راد على سكند هنا، عندنا النقطة عندنا المسافة هاي 3 بالعشرة متر، عندنا المسافة هاي 6 بالعشرة متر. طيب الآن يا إخوة أعزاء، هو أعطاني إنه هاي الزاوية 12 راد على سكند. طيب هو قال اعطيني ال في بي واعطيني الانجولار فيلوسيتي اللي هي تحت الايه الاي بي الرد اي بي. طيب انا في البدايه عايز اوجد ال في الاي، في الاي اللي هو عبارة عن V ال O، أنا قاعد أوجد V ال A فحوجدها بالنسبة لإشي معلوم اللي هو النقطة O زائد أوميجا كروس كروس مين كروس R ال A بالنسبة لل O، هذه فيكتور V نقطة A بتساوي V ال O زيرو لأن النقطة O مثبتة بالبن يعني الفيلوسيتي إلها بزيرو. طيب وبالنسبه لل دبليو اللي هي قيمتها 12 ولكنها كاونتر كلوك وايز يعني ايش؟ يعني 12 كي كويس اعمل لها كروس برودكت مع الار، الار زي ما احنا شايفين هي طالعه من الاو ورايحه الاي، إذن اللي هي حتكون قيمتها 3 بالعشرة ثلاثة بالعشرة جي. صراحة أنا لما أضرب الأي الكي في الجي بتعطيني سالب أي، إذن هذه سالب 3.6 بالعشرة على متر لكل ثانية، مع الكلام من الفيلوسيتي عندي الأي كذا. طيب لما تكون الأي كذا الفيلوسيتي حقتها شو حيصير في البي؟ صراحة إذا حتكون W ال A B كذا وحتكون V ال B للأعلى، معي يا شباب؟ إذا V ال A بما إنها باتجاه اليسار إذا حيكون الدوران كاونتر كلوك وايز في الرد A B وحتكون V ال B لفوق. طيب الآن أنا جيت خلاص أنا V ال A عرفتها فشو حسوي؟ بدل ما هي A هحطها B، أيوة إذن V ال B بتساوي V ال A W ال A B كروس R ال B بالنسبة ل A. طيب V ال B اللي هي V ال B موجب J لأنها لفوق، V ال A minus 3.6 I، ال W A B هي W A B K K هعمل لها cross product مع مين؟ في شغلة ضرورية ننتبه لها إنه هذه كيف اتجاهها؟ هيها كذا اتجاهها طالعة من ال A كذا رحلة البي. لاحظوا يا شباب انه هذه جاية في الربع الرابع يعني الواي إلها سالبة والإكس إلها موجبة وبتعمل زاوية 30 درجة مع الإكس أكسس، إذا هذه هي عبارة عن 6 بالعشرة اللي هي طولها 6 بالعشرة وساين 30 على الأي ناقص 6 بالعشرة
ثاني الثلاثين هذا جي. ليش حطينا الاكس الموجب والواي بالسالب؟ لانها جايه في الربع الرابع، هي طالعه من A ورايحه لبي. اذا في البي جي ماينس 3.6i، لما اضرب الكي في الاي حيعطيني موجب جي. اذا هذه حتصير ستة بالعشرة دبليو اي بي كوساين الثلاثين، هذه آي. ولما اجي اضرب الدبليو في الدبليو، لما اضرب الكي في الجي حيعطيني سالب اي، وفي عندي سالب فحصير زائد، حصير ايش؟ ستة بالعشرة دبليو اي بي ساين الثلاثين، وهذه حتكون هذه قلنا جي وهذه آي. طيب الحين انا هاخذ الاي مع بعض والجي مع بعض، ناخذ الاي، الاي اللي هي صفر من هنا، وهذه الفي بي. الحين هنا هذه سالب 3.6 زائد 6 اعشار دبليو اي بي ساين الثلاثين، هذه هيها اللي هي 6 اعشار دبليو اي بي كوساين الثلاثين. طيب خلينا نشغل المساحه بتاعتنا. الحين اللي حنعمله التالي زي ما انتم شايفين، طيب انا كان عندي على الاي صفر بيساوي ايش؟ ماينس 3.6 زي ما قلنا زائد 6 بالعشرة دبليو الاي بي ساين الثلاثين، يعني دبليو الاي بي ودينا اللي هنا دبليو الاي بي بيساوي 3.6 على 0.6 ساين الثلاثين، وصراحة هذا طلع 12 بير سكند، يعني دبليو الاي بي الفيكتور هي 12 بير سكند. اما لما جينا على الجي فصراحه كان عندي من الطرف هذا، كان يساوي 6 بالعشرة دبليو اي بي ساين الثلاثين، يعني الفي بي بيساوي 6 بالعشرة ضابط دبليو اي بي 12 ساين الثلاثين فاصلة 866. بصراحة طلعت الفي بي بتساوي اللي هي 6.24% متر بير سكند. إذا عايز الفي بي كفيكتور هي 6.24 جي متر بير سكند. هذا بالنسبة السؤال هذا. بعدين المدرس حط لنا سؤال ثالث حقيقة، هو سؤال بسيط برضو مش في حاجة. معطيني هنا 3 جيرز، معطينا الرينج هذه بسموها رينج جير. طيب وفي جواها قلنا الجير اس، وفي هنا عندنا 2 جيرز. هذول احنا هنسمي هذول 2 جيرز، هنسميهم الجيرز بي. هذا بي وهذا بي وهذا الجير اس. طيب هو معطيني قايل لي هذا 80 ملي، معطيني هذا قايل لي 40 ملي، وهذا 40 ملي، وطبعا قايل لي انه هذا 160 ملي متر. هذا الار، هذا اللي هو الار. اذا انا عندي طبعا هو واصل عامل كونكشن بين هذا الجير وهذا الجير، عاملهم كونكشن مع شافت. هذا الشافت بنسميه هو الشافت A. طيب انا قايل لي هو انه الدبليو ار في متر 3 راد بير سكند،
و دبليو اس قيمتها صفر، يعني الاس ما بيدور. يعني هو عايز دبليو لل بي والدبليو للشافت، عايز الدبليو لل بي والدبليو للشافت. طيب ماشي الحال. اول حاجه ارجع رسم زي ما انتم شايفين، انا هسمي النقطه هذه النقطه انا هسميها، بس بلاش ال A وال B وال C وال B، لأنه المشكلة إنه هو مسمي الشافت، مسميه شافت A. طيب إحنا ممكن نسميها A، يعني إحنا ممكن نسميها A، ممكن نسميها A B، هذه B وهذه النقطة، هذه شو نسميها؟ سي. طيب انا عندي هاي النقاط، هذا النقطه بي وهاي النقطه سي وهاي النقطه بي، فالفيرستي عندي ايه؟ شو بتساوي؟ الفيرستي عند ايه اللي هي ايه؟ تعتبر نقطه على مين؟ تعتبر نقطه على على الـ على الـ الجير بي، وتعتبر نقطة على الجير رينج اي ار. فأنا بدي أجيبها من الجير رينج ار، فضربت صراحة ضربت ال لاحظوا إنه الروتيشن كذا، لأنه الدوران كذا بلاش. الفي ال اي أنا ممكن أجيبها بسهولة، يعني V عند النقطة A يساوي V عند النقطة، V عند النقطة عند السنتر اللي هو عند ال O، هذا ال O زائد R ال A بالنسبة لل O. طيب V ال A بيساوي ال V ال O بزيرو، هاي وال هذا ال W، W كروس W، W كروس R A بالنسبة لل O هي زيرو، والدبليو اللي هي دبليو R، ولأنها مع عكس عقارب الساعة حطها K، أعمل لها كروس برودكت مع مين؟ مع هذه، مع ال R هاي، مع ال R هاي، بتوها ال R فيها. إذن هذه ال R اللي هو زي ما أنتم شايفين هي 16 ملي واتجاهها J، لأنها to the up حتى 16%، لانه 160 ملي يعني 16%. على كل لما اضرب بالكيف الجي، مش قلنا اي، مش قلنا اي، قلنا اي جي كي، لما تضرب انا قاعد اضرب كيف جي، يعني انا شغال بالعكس، فما حتطلع موجب، حتطلع سالب. إذا هذه هيها سالب اي، واضرب اللي هي الدبليو اللي هي اللي هي الدبليو اللي هي قيمتها 3، اضربها ب 16% فتطلع القيمة كم؟ تطلع قيمة الفي الفي الاي، تطلع قيمة الفي الاي اللي هي سالب 48% اي. خلاص انا الان عرفت الفي ال اي. بالنسبه للبي السرعه تعرفها صفر، لانه البي اذا انتبهنا هي النقطه بي، وهذا الاس وهذه الاو، ففي البي نفس الفيلم هي في الاو زائد دبليو كروس ار بي او، الاو بزيرو والدبليو اللي هي دبليو الاس ححطها زيرو، ضرب اللي هي 80 ملي يعني 8% جي، فحتطلع في البي بكم؟ بزيرو. طيب خلاص اذا انا متفق انا وياكم انه في البي بتساوي زيرو. ممتاز جدا. الان طبعا يعني احنا ممكن نختصر الموضوع ونقول والله لانه دبليو الاس بتساوي صفر، هي بتعتمد على دبليو الاس،
الآن نرجع لمين؟ نرجع للتالي. أنا عندي النقطة A وعندي النقطة B وعندي النقطة C. افترض إنه V الـ B تساوي V الـ A زائد الـ W اللي هنا هذه كروس R الـ B بالنسبة للـ A. هذه هي R الـ B بالنسبة للـ A. هذه طبعا هذه نصف قطرها، القطعة هذه نصف قطرها هيها نصف قطرها 40، يعني المسافة كلها هذه. إذا R B بالنسبة للـ A اللي هي 80 ملي، يعني 8%، وحط لها سالب J لأنها اتجاهها للأسفل. والـ W اللي هي W B وححطها باتجاه الكير. خلاص إذا ححط 0 يساوي سالب 48% I زائد W الـ B اللي في اتجاه الـ K، وعملنا لها كروس برودكت مع مين؟ مع السالب 8% J. صراحة عندي صفر يساوي 48% I، وهنا لما أضرب W الـ B في K في الـ J شو حيطلع عندي؟ حيطلع عندي اللي هو إيش؟ حيصير عندي هاي السالب، حيصير عندي لما اضرب الكي في الجي حيطلع سالب اي، وفي اشارة سالب، اذا هي زائد 8% دبليو البي. بديت هاي السالب 48% فصار دبليو البي بيساوي دبليو البي بيساوي 48% على 8%، وهذا طلعت 6 راد بالسكند. هاي دبليو البي، يعني دبليو البي لو عايزها لو فيكتور 6 كي راد بير سكند. الحين هو عايز الانجولار فيلوسيتي للشفط، انا هروح اوجد الفيلوسيتي عند النقطه سي. احنا اتفقنا انه هذه السي وهذه الاي وهذه البي، الفيلوسيتي عند السي هي الفيلوسيتي عند الاي او الفيلوسيتي عند البي اللي تحبوه، يعني لانه انت تعصر تعرف فيلوسيتي البي R الـ B R الـ C أوميجا كروس R الـ C بالنسبة للـ B. طيب V الـ C اللي هو مش عارفينه، V الـ B هذه بزيرو بالسلامة، الـ W هاي اللي هي الـ W الـ B هذه اللي باتجاه الـ K اللي احنا طلعناها وكانت قيمتها 6، مش دائما خمس، هعملها كروس مع مين؟ مع هي هذه هي الـ R الـ C بالنسبة للـ B اللي قيمتها تعتبر 4% 40 ملي، يعني 4% J. الصراحة طلعت الـ V C كم قيمتها؟ سالب 24% I. المضرب K في J بيعطيني سالب I. طيب الآن أنا إذا انتبهنا يا شباب إنه هذا الشفط وهي النقطة إيه وهذه هنا هنا الدوران، هذه R هذه C وهذه R C بالنسبة للـ A بالنسبة للـ A. إذا الـ V الـ A بتساوي V الـ C زائد W الـ A اللي أنا مش عارفها كروس R الـ C بالنسبة للـ A. V الـ A بزيرو لأنه هذا فيك هذا شفط ما بيتحرك من مكانه، هاي صفر. V الـ C اللي هي سالب 24% I. هجمع له دبليو الـ A اللي هي دبليو الـ A واللي اتجاهها K، هعملها كروس مع مين؟ مع المسافة هذه اللي انتبهته 120 ملي. كيف عرفنا انها 120 ملي؟ صراحة انا عندي
عندي الاس وعندي هنا هذه 40 ملي هنا وهنا 80 ملي. المسافه بين السي والسنتر والسنتر اللي عنده جاي الاي 120، اذا هذه فاصلة 12% واتجاهها موجب جي. طيب هذه عذرا هذه بعد ايوه اذا صار زيرو بيساوي لما اضرب الكي في الجي حيصير عندي سالب 24% اي وحيكون عندي ناقص 12 لانه الكي في الجي بيعطيني سالب اي. طيب هاي طبعا في الدبليو دبليو اي واضح من عندي من هنا رديت هذه هنا الصراحة طلع عندي دبليو اي بيساوي سالب 24% على 12 طلع سالب 2 فراد بالسكن. اذا قيمه الاي سالب 2 فراد بالسكن. طيب الان هذا كان اللي هو ايش اللي هو كان الملخص هذا. يعطيكم العافيه وموعدنا معكم ان شاء الله في الشابتر اللي بعد ان شاء الله. يعطيكم العافيه. السلام عليكم.